ايه ده؟ انت حوتين راجل؟ ايه الازازة العجيبة دي؟ انا هرجع بنت حد ما اشوف انا ممكن اعمل بيها ايه. ايوه كده رجعت زي ما كنت، بس انت ايه حكايتك؟ تعالي اما اشوف حكايتك ايه. انا مش فاهمة انت بتعملي كده ازاي؟ وازاي بتحوليني راجل كده؟ ايه يا قمر؟ انا لقيت القمر قاعد لوحده، قلت لما اقعد معاه. بقولك ايه، اجري يلا قوم من هنا، انا مش بتاعت الكلام الفاضي ده. فاضي ايه بس؟ ما تيجي ناخد وندي بشكل ودي، والجنينه فاضيه اهو، وبعدين قاعدين جنب بعض. انت عبيط؟ بصراحه ابقى عبيط لو قمت مشيت. بقولك يلا قوم من هنا. لا خليني بقى، انا قاعد ومش قايم. ماشي ماشي. انت قلت لي عايز اخد ودي بشكل ايه؟ ايه؟ لا لا لا، ولا اخد ولدي، لا 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 لا. انا عرفت دلوقتي هعمل بيها ايه. تمام. ايه ده؟ فالنتينو خطيبي بيجي هنا زي ما قالوا لي، جه وقتها دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا برنس قاعد لوحدك ليه؟ انت مين انت؟ مفيش يا عم، انا شايفك كده ابن بلد فقلت اما اقعد معاك شويه. يعني صراحه انا قاعد مستني القطر بتاعي. قطر ايه يعني؟ موزه يعني؟ الموزه بتاعتي. هو انت مش خاطب ولا ايه؟ يا عم افتكرني انا حاجه عدله. يا واطي ماشي ماشي. طب هي هتتاخر عليك؟ لا هي داخله علينا ليه؟ ماشي يا عم لا سيل. انا القطر بتاعي جه. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشتيني. انت كمان. بقول لك ايه؟ انت تعالى النهارده نروح اي نايت او اي حاجه، اصل انا زهقانه قوي. طب بعد اذنك بقى يا صاحبي. طب بقول لك ايه، انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ ثانيه واحده بس. ماشي. ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه شفت عفريت؟ هي بنتي. دختي دختي. اختك ايه؟ انا خاطب، قصدي اللي كنت خاطب. بقول لك ايه، انت قلت لي ان انت مش خاطب وبتحبني، انت كداني بقى بعيد عني. اصبري بس هقول لك حاجه. يلا في 60 ده. انت بقى من النهارده حبيبتي وخطيبتي وكل حاجه ليا، انا هعمل بيكي بلاوي.